مثلا بحاجات. ياسمين قولي لي كده، انت طبعا برضو زواج عرفي، ايوه. قعدتي بالزواج العرفي كام سنة؟ لا ما فيش كام سنة، احنا 3 شهور. 3 شهور. والحملة حصل من اول شهر، وانا اتجوزت من محمد فتحي سيد احمد عمران، والده كان عضو مجلس الشعب السابق. وطبعا عشان النفوذ والوسائط والرشاوي حضرتك. انا حاسبك تكملي، بس انا عايزه اقول حاجه. الاسماء اللي بتقولها يعني اي اسم بتقوله ياسمين له حق الرد، وبرضه هيبقى على مسؤوليه الراوي. اتفضلي كملي ياسمين. وطبعا بقول لحضرتك عشان النفوذ والوسائط والرشاوي، من اول ما عملت المحضر في ياسين، لما قولي لي كده بدايه ياسمين، انت لما اتجوزتي جواز عرفي كان في هناك في شهود؟ طبعا. في طبعا شهود اهلي في واهله، الورق العقد الزواج العرفي، اهلي واهله، اهلي واهله كان في كانوا شهود. عارفين. ايوه بالظبط كده. وكنا يعني هنوثقه، بس طبعا بعد ما عرف بموضوع الولد وفي حمل وكده، فرجع قال ننزل الولد. انا رفضت ده عشان هو كان حمام، خايف من حماه انه يعرف، وقال لك هياخد منه ولاده وهيحصل مشاكل بينه وبين مراته. وانا طبعا لما حصل الحمل قلت لازم الدنيا كلها تعرف بده. طب حصل الحمل وانت كملتي كملت الحمل رغم الظروف والمشاكل اللي كانت؟ كملته، لان ما كانش ينفع، ان انا ما عنديش اطفال تانيين. وبعدين حصل ايه ياسمين؟ وبعدين ما ولدت ياسين كلمتهم عشان نعمل شهادة الميلاد. طبعا قعدوا يعني يعملوا حوارات وكده، وايوه هنعمل، وما فيش اي رد فعل ولا حد جه يعمل الشهادة وكده. رحت عملت محضر اثبات نصب، ولما عرفوا ان انا عملت محضر اثبات نسب، اخته فضلت على تواصل معايا، ولازم نشوف الولد وابننا، وهو حقه ابوه يشوفه، واللي انت عايزاه هنعمله لك على اساس ان هم يحلوا الموضوع. وزاروني مره واثنين وثلاثه واربعه، ورحت عندهم بالفعل، ومامته شافت الولد. بعد كده جه على اساس ان هو هياخد ياسين، انا جاي مخصوص عشانه وعشان اعوده عليا، وهنحل الموضوع في اليوم ده. نزلت قبل ما انزل معاه، حبيت اخد البنت اللي هي الشغاله بتاعت ياسين على اساس تنزل تمسكه واحنا نتكلم. قال لا انا جاي مخصوص عشان وانا اللي هشيله. فطبعا حضرتك هو كان مدبر للجريمه اللي عملها في ياسين. كان نازل العربيه بتاعته صاحبه، طبعا هو اللي جايبه يسوقها، وهو قاعد جنبه شايل ياسين وانا قاعده ورا. ورحنا اتغدينا في مطعم قريب مننا على طول، وبعديها بيت مامته برضو جنبينا. قبل ما نوصل بيت مامته، ياسين عمال بيصرخ في ايده، قهت الولد، قال لك لا انا بعوده عليا، ممكن يكون عنده مغص وانا سكته. طب ايه العربيه اللي ورانا دي فيها ناس بيبصوا علينا بيراقبونا بيعمل حاجات كده عشان انا التفت نظري اللي بره. ونزلت لما لقيت ياسين بيزيد في الصراخ، ووصلنا عند بيت امه، ونزلت فتحت الباب واخدته. في حاجه لقيت هدومي كلها فيها بلل، كنت لابسه اسود مش عارفه ده ايه، بعمل كده لقيته دم. ببص على رجل ياسين غرقانه دم. انت عملت ايه في الولد؟ وبصرخ في الشارع. نزلت اخته جري، وكان في واحد دكتور متواجد في الشارع، ومرات البواب واولادها. كان جاي عند صاحبه في العماره، حب يتدخل جراحين عشان رجل الولد، فقالت له لا دي حاجات شخصيه وكده. طلعت معاهم فوق. انا كل ده مش خاطر في بالي ابدا، ان هو اداله ابره في رجله وجت على وريد. اداله ابره في رجله؟ ايه الحقنه دي؟ ابره ترامادول. اداله حقنه ترامادول؟ ترامادول. ده انا معرفتوش الا في المستشفى، لان طبعا لما طلعت عندهم فوق، طب تحبي بصي احنا مش هينفع نكتبه باسم ابوه، ممكن نكتبه باسم والدي، وهتصل بالمحامي يجي هنا ونعمل لك العقد وكل حاجه. قلت لها لا ما ينفعش، ازاي والده؟ والده متوفي من سنه ونص. طب باسم حد من اخواته؟ قلت لها انتوا عيله مختله، وانا كده كده عملت محضر اثبات نسب وهثبت حق ياسين. طب انت عرفتي بعد قد ايه يا ياسمين انه في حقنه ترامادول؟ ما هو الولد بعد ايه يعني؟ بعد يوم يومين؟ نفس لا اليوم؟ لا ما فيش يوم ولا يومين، بنفس اليوم في نفس التوقيت انا لقيت الولد عينه النني الاسود ده بيترفع لفوق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله عليه، بسم الله، ربنا يشفيه يا رب. ومعاكي الورق ده يا جماعه، لو معانا الورق ريت نطلعه للشاشه. لو معاكي ورق يثبت انه اوكي، ورق يثبت انه علي تم حقنه بحقنه ترامادول. ياسين عفوا، ياسين تعبان على فكره. تم حقنه بحقنه ترامادول من والده، المفروض والده يرعاه. حضرتك انا الولد عينه كانت بتسبل وبيطلع في الروح يا حبيبي. شوفي يا نور لو سمحت، لو في كوبايه ميه برضه، لو في كوبايه ميه.
تعالي. ما يعرفش يشرب الا بالسرنج. ما يعرفش يشرب لا. الا بالسرنج نتيجه الموضوع الحقنه التريزول. بقى لها قد ايه الموضوع ده يا ستي؟ حضرتك ولا بيقف ولا بيمشي ولا بيشوف كويس وشبه معاق عجز عجز كلي. طب ياسمين هو كان طبيعي مفيش حاجه؟ كان طبيعي. كان طبيعي ما فيهوش اي حاجه بعد حقنه الترامادول. بصي انا لما الولد بدا يطلع في الروح واخته نزلت معايا لا انا اتصلت باهلي الاول اما عرفوا ان اهلي جايين فانا مش عارفه اركز وتعبان كده. الف سلامه عليك.